زكاة الفدر زكاة فدر قدر كيدو ساعة وي بكيل المدينة مدينة يعني كيل كيدها زكاة فدر هنا واجب تاعي أي نص عديسي حديثة هرائي نصوص تاس وحان الله بحنا يا صبح عيد انت الصلاة اللي تكن قدرك الله بحنا يا بابك ان لو شيء هل صعب الروح اللي عارك لقى بحنا يا ساعة وغفر كوب اللي بس يسوي وكيل كم مدينة مدينة كيل كده اوي وكذا عن ابن عمر وحال قوري رضي الله عنهما قال وحي الى عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي وفرض يلي زكاة الفدر زكاة الفدر جيبوا فرض يلي وددك كواجبي ساعة بفرض يلي هل ساعة من تمر تمرة هل ساعة تمرة لبحن او ساعة من شعير وساعة سرين اي غفو بحنيا على العبد أدون كي وكفر ديالي والحر كي حرتها والذكر كي لبائي والأنثى كي ددية والصغير المه يرائي والكبير قفك ويناء من المسلمين كم إذا امتبوا وقف مسلم أم بيزكاة فدر كو واجبيسا قال ما مركا انت أصو دمو يكو واجبيسا وانا لقى بحنية وانا لقى بحنية مركا قفكي وياهي أصدق إيه إن الله أنت وأصدق النفقين إيه وضمبك بحين ياوي فزكاة الفدر واجبة عند الأئمة الأربعة أفرت أئمة ذا ويسكوا فقسيهم على كل مسلم بيكون واجبي ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد وهي زكاة الفدر قاس على السوي المها يركي ولي أن بالغ من ماله مال كيسا لقبحنا إن كان له مال هدو مال ليه وإلا مال هدو سلهين فعلى من عليه نفقته قفك النفقه سيكون واجبته والولي والده يبحنا وعلى السيد سيد كان إخراجها عن عبده أدونك إنه كبحيا واجبك وقدرها قدر كيدا عن كل فرد روح اللي أركبه قدرك لقبحنا يساع ساعوي وهو أربعة أمداد وأفر كوبه وقدر ساعي بالكيل المصري وكا مصر بوصوق وشيخ مصري هاي حزام سيدي ومركا النوش شيخي على كل حال يعني ساعة الله بحنية ساعة الله بحنية وامر بها هو امر رسولك ان تؤدى ان لقتوه قبل خروج الناس ذاتك انت ان اكعنوا الى صلاة صلاة انت ان اكعن وقت كاسا فضل بلن يعني كاسا فضل بلن تقدموا سياسي يعني جواز تعجيلها قبل صلاة إنك بحية إن انتهي صدقة مقبولة بعد صلاة إنك بحية صدقة من الصدقة أساسا نوصف مرت وحنو إيمان دون تعجيل كيدو إنو بنايه بل يجوز إخراجها من أول رمضان رمضان كأول كتاب الله بحنية وأهل وجود أحد سببها لولي سببها مثل هلأ وبشر رمضان هي بشر شوال كليها سنفرت لولي قف كيرو هلأ لابدي السبب هذه مثل هذا وقال هر مرن كرا وعليه شافعية وقال مالك وأحمد يجوز تعجيلها بيوم أو يومين بقال هر مرن كرا إيد هل مالك كرا والله مالك كرا ومباب نام بيليه رواه الخمسة شنتبا ورسي حديثة عن أبي سعيد وحال قوري رضي الله عنه قال وحيري أبو سعيد الخدري كنا وحانه نعطيها زكاة الفدر قاسا بحجرني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الزمن كنبي ساعة بان بحجرني ومن طعام دعامة هل ساعة وطعامة أيان بحجرني وي وأفرت كوب أو ساعة من تمر ساعة مرها بحجرني أو ساعة من شعير هل ساعة وصرنا أيان بحجرني مرحبا أو ساعة ساعة من شعير شعير أوي أو ساعة بان بحجرني ومن زبيب زبيبة أو ساعة بان بحجرني ومن أقيد قرار أول قرار وتذكر الميقى وأيو حولها أيوحا أولو إرمائيهين وأن راشين هيسنين يعني عنها صفدقة هيسنة بحنا ياو الأقيد لبن يابس بالله غير منزوع يعني الزبدي سوى قناع لك بحنا
subaga hadii laga bixiyo caanuhu dee fadhi ma noqonaya, caanaha fadhiga ah oo subagoodii wato weeye waxa zakaatufitri lagu bixinaya maha cirt, kuwa subaga lagala baxay maa. falama jaaa mucaawiyatu, mucaawiye markuu yimid, waa markuu khaliifka ahaa ee mucaawiya ibnu abi yahay sufyaan markuu amiirka ahaa, wajaaat samraau, bahashaa samrada la yidhaahdana ee aada usoo badatay waa qamxiga wey, sareenka umbaalka qamadiga la yidhaahdo unbaa looga jeedaa qamxiga a sareenki wey. qaala wuxuu yidhi, waktiyaha hore aadoomayna badnayn, qaala wuxuu yidhi mucaawiye uraa adunnu, waxaan malaynayaa buu yidhi, muddan mud oo min haadaa bahashan yacni qamxigaa ka mid ah, yacdil inuu u dhikamayo oo muddayni laba mud inuu u dhikamayo. oo wuxuu leeyahay qamxiga haddii zakaatu fidriga lagu bixinayo meeshii afar kooba la bixin jiray, laba kooba keliya ha la bixiyo, koobadiiba laba koobay u dhikantaa buu leeyahy. saasuu soo jeediyey asagaa ra'yeeyey sidaas. uraa adunnu, waxaan malaynayaa buu yihi mucaawiya ibnu abi sufyaan, min yacni muddan oo min haadaa mid yacni sareenkan ka mid ah ama baashan qamxiga la yidhahdo, yacdilu muddayni inuu u dhikamo. rawaahu lkhamsatuba xadiidka wey. wa fii riwaayatin, xataa qadima calaynaa, mucaawiyatubaa noo soo galay, waxaa dhahay abu saciid alkhudri, ree madiinu ahaaye khilaafaduna markii dambe shaam bay fadhida, hadda amiirku wuxuu fadhiyay shaam buu ka yimid, xaajan xaaliya isagoo xaaji ah oo muctamiran isagoo cumraysan ayuu soo galay. fakallama naasa, dadkiibuu la hadlay oo u khudbeeyey calal mimbari, mimbarkii madiino masaajidka nabigu yacni fuulay mimbarkiisa, markaasuu dadkii la hadlay. walimaa kallamahum bihi, dadka waxa uu kula hadlay waxaa ka mid ahaa, innii anigu uraa adunnu, waxaan u malaynayaa muddayni laba mud oo min samraa'i shaam, shaam yacni qamxiga ka yimaada ah, tacdilu inay u dhukanto saacan saaco min tamri timira. fa akhada naasu bidalika, dadkii arrintaasay qaateen oo ra'yigii uu soo jeediyey. qaala abu saciid alkhudri, wuxuu yidhi fa amaa ana, anugu falaa azaalu ka zuuli maayo, ukhrijuu inaan bixinayo kadalika, siduu nabigu nagu ogaa umaan u bixinayaa. afartii koobo umaan anugu bixinayaa ayaa hadda ra'yigan uu soo jeediyey mucaawiya ee asxaabtana ku raaceen, dadkii ku raaceen, anugu ku raaci maayo leh, wixii nabigu igu ogaa ma bedelay. cani lxasan, waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala, wuxuu yidhi khadaba ibnu cabaas, cabdullaahi ibnu cabaas baa khudba akhriyey fii aakhiri ramadaan, bisha ramadaan aakhirkeeduu istaagay, calaa minbari lbasrati, magaalada basra la yidhaahdo oo dalka ciraaq ka mid ah ayuu ka istaagay weeye. faqaala, wuxuu yidhi akhrijuu, bixiya sadaqata sawmikum, soomkiina zakadiisa bixiya, waa zakaatu fidrigii. fakaana naasa, dadkii waaba iyagoo lam yaclamuu, fahmin wey, mayna garanin sadaqada soomkoo la sheegayo muxuu ula jeedaa bal bisha ramadaanna aakhirkeeda baa lagu jiraa weli ma dhamaan. faqaala, wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cabaas, man haahunaa, halkan wixii fadhiyo oo min ahli lmadiinati ka mid ah, quumuu istaaga buu yidhi, kaca ilaa ikhwaanikum, walaalihiin u kaca, facallimuuhum bara, fainahum ayagu laa yaclamuuna, ma yaqaanaan. zakaatu fidriga ma garanayaane aw ree madiina, wixii ree madiino halka fadhiyo hab ha u sheegeen dadka zakaatu fidriga ha u tafsiiliyeenoo ha bareen buu leeyahy. man haahunaa, halkan wixii jooga oo min ahli lmadiinati ka mid a, quumuu kaca buu yidhi, ilaa ikhwaanikum, facallimuuhum bara, fainahum ayagu laa yaclamuun. farada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, asagaa marka hadalka sii wado, farada rasuulullaahi, rasuulka ilaahay buu farad yeelay sala allahu calayhi wasalam, haadihi sadaqa, zakaatu fidrigan buu farad yeelay, saacan buu farad yeelay, min tamrin timira aw shaciirin, sareena aw amase nisfi saacin, saac niskii oo min qamxin, bahalkaa qamxiga la yidhahdo wey, qamadiga ayahay marxaban, oo ah waa sidii yacni mucaawiya uu soo jeedinayo yacni nisfu saac oo laba koobay markaa noqonaysa. calaa kulli xorin, nin xora kulligii, aw mamluukin adoomkii, dakarin aw unta, sakiirin canugi yara aw kabiir. falamaa qadima caliyun, cali markuu soo galay, waa sid cali eh, ra'aa wuxuu arkay, waayo ruqsad sicri, sicirka raqiisnimadiisa yacni wixii uu iska jaban buu arkay oo quudku yacni raashinku yacni qaali uusan ahayn oo sicirku iska raqiis yahay. qaala wuxuu yidhi markaas sidcali,
قد أوسع الله إلهي ما واسعي عليكم دشيد إيه فلو جعلتموه ما كيشان ساعا من كل شيء حتى قمحك بالله كدقى حدي إلهي سعر كيدين قوجيه وقد وحيستان وفتوحاتنا اللي يدين فره نصف ساعة ماشي أتكدق إلى هيدين لما كوبا أفرت ساعة أفرت كوبا كمل أو ساعة بهي آي آي في حديث وعا كوسو غناب تصريح بإجداء نصف ساعة ساعة نصف سوين وقود يوم من القمح كمدا فقط وبوجوب ساعة من غيره قمحها وحي كالصوحر قمحها نصف وانتفاع بديها بركة إيه وحانو رمبا لغا سمية وأقره علي سيد علي باصو أمير المؤمنين الحديث ولكنه أشار عليه هو إشارة بالساعة ساعة بحيان وكملان وهل للرخص الأقوات قوت كما رقيس المركز رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر وحال قوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحرب الوزن وزن وزن أهل مكة ميزان وحلوب بحي وزن هدين ليلة وامتك الرهما كالون والمكيال ومكيال كباقنا مكيال أهل المدينة أهل المدينة باقونا رواه النسائي باوري وابو داود يجوز وحابنا تعجيل الزكاة إذا كذا إلا لدجيه وهرمريه كما يجوز نقلها إلا نقل يسيء وبنان في مقالة يكوها جبتما مالكا الورر مرحب عن علي وحلقوري رضي الله عنه أن العباس عباس بن عبد المطلب سهل النبي النبي وحوس عليه صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة ذكذا ما لتعجيلين كرايا ما لسيه ورمالين كرا قبل أن تحل انتين حلالون انتين حلالون وقتك يرسوه قل فرقص له النبي وأرقص في ذلك واسيبهن كرتابه واسيبهن كرتابه رواه أبو داود وترمذي وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم النبي قال لعمر وحويري إنا أنه قد أخذنا وأنقارني وزكاة العباس عام الأول وأنقارني للعام السنة كم فرام بأوسي قال أنه وزي عمر مركي الله أدري إذا كان إنه صوء وريه يعني يا وحال وعنه اللي كان عيدك يعني سي علي يا عاملين تاي وذكر قال يحيي هذا صدح نيم بعد كده جديد عباس بن عبد المطلب خالد بن الوليد ينك ابن جميل الذي هجري بركا وكي يعني كجواب انت ونبي عليه الصلاه والسلام هو عباس بن عبد الوهاب وهي هي مرحبا انا كقاضي انا كقاضي markaan waxa ku isaaray inuu horey uga sii qaaday laba sano yaani sanadka iyo sanadkii hore yaa la sii qaaday labadii dadkoodu waa la sii qaaday kaji dad jilan Khalid bin Walid la hada yaani alaabtiisi oo dhan fi sabilillahi baa wayalay waxina u dhahay Ibn Jamil umba markaas yaani asagu zakada ay ku waajibtay oo khald u diiray markaas markaa hore faqih buu ahaan jiray xoogaa maal uu yeeshay markaas uu kibray وللبخاري بخاري وحفظ ما ذكروا الناس ذلك وحيها يعضونها كوبحي قبل العيد عيد انت قال زكاة الفطر يهور مرين جرين باليوم واليومين عبد الله بن عمر رساله 70 جرين آية اللهم على الكور أيوب بحين جرين مركز يعني جواز يعني حديثا نوحا كسرا جواز تعجيل الزكاة إذا كذا إنه يهور مرين كذا في المواشي وغيرها ذكذا حولها يمد ان كان زكاة الفطر نوع كستو اي وعليه اكثر وشافعي واحمد واسحاق قال الترمذي قال مالك وسفيان لا يجوز ولا حديث سابق من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول حديث كان سيود اللي سنه يعني وحلين حول كي لا اسوء وريق الله مسيح ورمانك وبعث ودر احد الامراء ان منك امراء هي ملاحظه متكود عمران بن الحسين بودري صحابي على الصدقة صدقه أدري زكري فلما رجع عمران مركو صور نقضي قال الأمير ننك أمير كابا وحير أين المال ومال كابا وقدري هذا زكري صوره لكل قال عمران وحير وللمال أرسلتني من مال إنا كينا ذلك إيدرت أخذناها وانقادني من حيث ما كنا عليه ناخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها واندقنا حيث كنا نضع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الان كانوا صحرا ما ادرت
meeshii ilaahay uu iyo rasuulkiisu ay amreen baan ka qaadnay, meeshaa lagu bixiyay la yidhina waan ku bixinay. macnaha waxa weeye horeeye sadaqatan tuukadu min aqniyaahim faturadu calaa fuqaraahim, xadiidkeedu baa haystaa. dadkii waanu ka qaadnay, kuwa igu waajibtayna waa siinay, kuwa ku waajibtay waan ka qaadnay, kuwa wajibna waa siinay. saa un baan kuwa nabi uleeyahay khalaas kusoo dhammayn. maxaakan waxaana weydiinaysa saasuu le cimraan bin xuseen. rawaahu abu daawuud baa wariyey wa saciid bin mansuur bisanadin saxiix. can abi hilaal waxaa laga wariyey asaqafi radia allahu canhu qaal jaaa rajulu, nin baa ila nabiyi nabiga u yimi sala allahu calayhi wasalam, faqaala wuxuu yidhi kittu, waxaan u dhowaaday uqtalu, in lay dilo bacdaka, adiga gadaasha fii canaaqin, in lay dilo aw shaatin, in lay dilo waayaha oo mina sadaqati ka mida marxaban waayahay in la ii dilo ayaanba ka yaabay wey marxaban. faqaala calayhi salaatu wasalaam, nabigu wuxuu yidhi lowlaa annahaa iyadii tucdaa haddaan la siinaynin fuqaraa almuhaajiriin maa akhadtuhaa, maba qaadeenbo aya marxaban ma ana qaadeen. saasu markaa nabigu zakada ma waa yani waaya marxaban maana qaadeen buu nabigu leh. sigay buu yidhi aya an uqtala in la yani uqtalu in lay dilo bacda kaadiga gadaasha fii canaaqin, in lay dilo wax har yar wey dabaartaa yarkaa yani oo neef zakadi gaadhay un baa loo jeeda wax yar in lay dilo shaati neef ari oo mina sadaqati ka mid. faqaala calayhi salaatu wasalaam, nabigu wuxuu yidhi lowlaa annahaa iyadii tucdaa haddaan la siinayn fuqaraa almuhaajiriin, muhaajiriinta fuqaradoodii, maa akhadtuhaa, maana qaadan. fa nabiyu kaana yanquluhaa, zakada wuu rari jiray lidaruurati, wahaadaa jaa'izun biitifaaqin, isku waafaqsan culimmadu mar haddii yacni ay daruura jirto waa loo naqli karaa. zakada naqligeedu lama ogola yacni asal ahaan, weydiisaa culimmada qaar, qaarna way banaynayaan. marka waxaa la leeyahay ninka amiirka horta asagu uu naqlin karaa, oo asagu hal meela intuu isugu keena zakada xagga laga soo qaado xagga laga soo qaado, ninka madaxweynaha meel markuu isugu keenu markaa kala geynaya oo dadkii u qaybinaya. ko haddii meeshii aad joogtay zakadii wax qaataba la waayay, dadkeedii la waayana waa la naqlinaya. dadka meeshan jooga, dad ka fadli badan hadday jiraan oo zakadu uga munaasabsanna waa la naqlin karaa. sababahaas haddayna jirin in la naqliyo ma ah. meeshaas aad joogto fuqaradii iyo masaakiintii waa ay joogtay unbaa markaas qofka zakada bixinayo iyo midka qaadayo caamilka aadaabta laga doonayo. can jaabir, waxaa laga wariyey bin catiikin can abihi radia allahu canhum canhumaa ani nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala, wuxuu yihi nabigu saya'tiikum, waxaa idin imaan doono ragbun, jameeco waaye mubqaduuna, loo cadhooday wey, kuwa loo cadhoonayaa la idin imaan, la necab yahay, waa kuwa dekada ururiya aya way socdaan xoolo inay qaadaan unbay rabaan, markay kugu soo baxaan unbaa laga naxaya, war kuwii baa socdee. maanta waa na gabagabaynaya way dadka xoolaha jeclaa saa unbay leeyihin, adee xoolaa laga qaadaya sooma aya rakbun ay mubqaduuna, kuwa loo cadhoonayo yaa idin imaan doona aljamaacatu lmakruuhuuna, dabcan dabci ahaan baa loo koonaya, wahum jubaatu zakaa, zakada kuwa qaada wey, waa likaraahati lmaalikiina lahum, kuwa maalikiinta xoolaha laha koonayo. faidaa jaa'uuku, markay idin yimaadaan, farraxibuu bihim, u tarxiibiya marxaban wa ahlan dhaha, weji furan kusoo dhaweeya. wakhalluu, khaali yeela, baynahum wa bayna maa yabtaquun, ayaga iyo waxay doonayaan dhexdooda ha gelina, maxay doonayaan xoolaha inay tiriyaan oo wixii ka waajibay ka qaadaan soo maa, bas la shaqeeya ha ka hor istaagina waxa ay doonayeen. fa in cadaluu, marka cadaalad hadday sameeyaan oo tiradii xoolaha tirintoodii iyo wixii ay qaadayeen iyo cadaalad ay ku sameeyaan, falianfusihim, cadaaladdaa naftooday u sugnaatay, ayagaa ajirkeeda helayo. wa in dalamuu, hadday dulmiyaan oo dadka yani waaye ay dulmiyaanna, fa calayhaa yani fa ismu yani dulmihim yani calaa anfusihim, naftooda uun
ayaga naftooda unbay ku noqonaysaa dulmigii dembigiisii wey. Wa arduhum raalli geliya, waxay jecel yihiin siiya oo raalli geliya. Fa ina tamaama zakaatikum, zakadiina taamnimadeeda waxaa ka mid ah ridaahum, ayaga ridahooda, ridahoodaa ka mid a zakadiinin kugu taam noqonaysa ayagoo raalli ha idinka tageen. Waliyadcuu lakum, ha idiin duceeyeen, ha idiin duceeyeen. رواه أبو داود بحديث كوري عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال شكى أعرابه نيونك أعرابتا إرمي قهوة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف دعوه فقالوا حيرا له إن الناس ضد من المصدقين كون زكذا أرورياء مصدقين تو عاملين تزكذا قال يأتوننا وينو إيمانيا يعني وفيظلموننا وين ظلمنا يعني وحن نقوى جيم بينك قال وين ظلمنا يعني. فقال عليه الصلاة والسلام النبي وحيري أرض رالي قليه أو مصدقيكم كو مصدقين ده كتها اللي قليه أيه ورالي ذنكا ورالي ذنكا تقن رالي قليه. قال الجرير وحي محايا لأنك إن هذا واحد ديرا هذا اللقاء قادة إيه إن ذا كذا إيه كوبا قتل ديدو محاك أخاذي إنت واحد كوبا قل لهاين بل أدو أدو حتمت ذي أيه ورالي قليه واحد دون إياه قيل. قال الجليل بن عبد الله وحي يري ما سدر إقامون سيتقن عني حق إلى مصدق مزك أرورنا إيو منذ سمعت انت المغلي لقصه بالله هذا حديث كان من النبي أن كم مغلي صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راضي أسوى رأي يريد عيني وقسل أيهم بيقسل تقيون وحي الرمي أمان ويالي وحقا نعي أمان سيني أو ديبي. رواه الخمسة إلى البخاري ولفظ الترمذي وحوها إذا أتاكم المصدق مثل زكاد أرورين هدو إذين يمادو فلا يفارقنكم يوسى إذن فارق إلا عن رضا أسوى رالي أموه رضا أورا إذن كغتقو. عن عمر بن شعيب وحالي أوري عن أبيه عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي نبي لا جلب ولا جنب لا جلب كان مجرته ولا جنب ولا جنب فقاشنا مجرته كوا عاملين تو زكاة أرور أنت مال إسكف الرسالة إن إلى حولي كان هل كان كتر إن إلى حولي سوك هاي إن إلى الآن تعالى ما أقوله نحدثك يعني مالكين تحول عليه مشقة كتاي أي لا جلب ولا جنب جلب كوا بعد جلب كوا كان وكان وكان هل كان هو مال ولا تؤخذ لقال ما هي صدقاتهم ذبك حول الله صدقوا لقال ما هي الا في دورهم حافظوا ذي مقالات ما الله قال دوركم ما شيء دقيهم دقم دوروا هاي ان قريها لو ما شيء كعب بيان الدوله كعب بيان ان لو قلت قول قلت ريو سام بالله سميني ما وقي الا اذا سؤالك سؤال ويا ما يجي توا أيضاً حال الله صدر هذين اللوين قفل عركة ماشي زوجو تقينو رواه أصحاب السنن بحديث كوري عن عبد الله بن أبي أوفى وحال لقوري رضي الله عنه ما قال وحجري كان أبي أفاه وحوها من أصحاب الشجرة مكملة لأنك ما يعلى يعني لقى للنبي تحت الشجرة كل لقى وكان النبي وحوها صلى الله عليه وسلم إذا أتاه مركو إيمان قوم قوم بصدقتهم صدقته لمركه إلي ما أذان قال وحوديه جاء اللهم صل إله أن حريصه على آل فلان فلان آل كيسي إله أن حريص أو نقدش فأتاه أبي أباه با أكين بصدقة صدقة سأصبه وضع فقال وحجر اللهم صل إله أن حريص على آل أبي أوفى أوفى آل كيسي إله أن حريص أي أسوني حديثك وعالقص قم بادلي جواز الصلاة صل إنه بنايه على غير الأنبياء أنبياء غير كت أي أتاسو حللي وخصوصيا نبي قم بيقاس تايوي يا دتك كله إن يا اللهم صل على فلان لا أورني مرحبا صل على أنبياء إسكاله ترد يا رضي الله عنه إذا نوح إسكاله يعني أصحاب تا إسكاله تابعين تي علماء كدم بيسنا رحمه الله وبارلي هذا لو دعين أهلا تسلو. رواه الخمسة تبعوا ولي الترمذي وله ولأبي داود إمام الترمذي أبي داود وحي وريان المعتدي مثل كحد قد في صدقة صدقة كحد قد زكاة أو ديدي كما نعيها في ديدي بلمي مرحبا
نينك كحد قد فلما لكل الذي لا يؤدي بتمامها أن قدنين ستامرما أنو بحنين مع الإخلاص أنو بحنين يكون اسم الدم بيسوه النغنية كاسم المانع للزكاة نينك الزكاة دي الدم بيسوه كله واسم منه لا نقص قلسوه صحن وصويسو يهدال دي دوس ومعنى سكية عن رافع بن خديج وحال يوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي الملك العامل على صدقتي صدقة منك يعني مسؤولك كا الذكر صوروري العامل منك عاملك على صدقتي الذكر صورورين أيوه بالحق نقص أروري حق وعدالة كالغازي بور كلمة يهمد دولي في سبيل الله أدول حتى يرجع إلى أصول الله إلى بيتي برجس إلى أقصر الله وعنين إلهي وددي سكجرون أمرك إلهي بفلية بجميع أن كل منه وفي داعة الله ورسوله مثل أركب إلهي داعي إذا رسولك داعي سمو قدن ياو رواه الترمذي باوري وحسنه الباب